هذا أسعد يوم عندي بهذا التشريف ديال سيدنا، الله يطول العمر والله يخليه لنا. والحمد لله هذا المحل العاشر اللي سيدنا تيشرفنا وتيتشن، وإن شاء الله غيكونوا واحد آخرين، والله يجعلنا دائما نكونوا على حسن، والله يعطينا الصحة باش نتو القدام ويخلينا سيدنا واللي يخطي علينا، لأن أهم حاجة يمكن للإنسان يعملها في هذه الحياة هو يعمل الخير في بلاده قبل من ولاده، لأن كل ما حاجة فيها الخير لبلادنا فيها الخير لنا كلنا. ونتمنى على الله المغاربة كلهم يساهموا ويعملوا ويزيدوا القدام. أنا فخورة بزاف بهذا التشريف ديال سيدنا الله يطول له العمر، وإن شاء الله نتمنى على سيدي ربي باش يكونوا في استطاعتنا باش نديروا سبيطارات مشاريع واحدة أخرى تكون أحسن وأحسن يا ربي.